يتونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الهام في هذه الانطلاقات وفي أول الأيام يوم الافتتاح لمهرجان سيد مولاي خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن. شكرا على هذا الدعم الكبير لإحياء التراث، لإحياء هذه الرياضة الكبيرة، الرياضة الذي حضرت من ماضي العصور. هنا الانطلاقات، هنا التحديات، 4 كيلومترات نلتقي بها للمرة الثانية، ولكن للمرة الأولى مع الإبكار وانطلاقة الحقايق وتحديات. شوطنا 13 للإبكار الحقايق، أبدأ هذه المسيرة لأتابع القمة والمقدمة مع المركز الأول تتقدم مع أول التحديات. ضوء من تتقدم، عبد الله بن محمد بن معوض العلوي مع الصدارة، من يعتلي بالمقدمة في أول الانطلاقات في أول التحديات. الدور والنقلة للمركز الثاني لأتابع، هنا من تتقدم النادرة وانطلاقتها، النادرة راشد بن عامر بن سعد الرفادة، الرفادة يتقدم المري، غير مع النادرة للمركز الأول. المركز الثالث أتابع القدوم، أتابع نسايم عبد العزيز بن فهيد بن سالم المري القادم، يقدم لنا انطلاق نسايم. المركز الرابع تنطلق غارة علي بن عبد الله بن علي البطين المري، ويا حلو غارة الأصايل في ميدان الجنادرية، في الميدان التاريخي، في الميدان العريق. المركز الخامس أتابع مزون حسن بن ضيف الله بن علي آل سالم الكربي مع المركز الخامس. المركز السادس أتابع القادمة، وصلت الآن مع المركز السادس وحضر بشعار وانطلاقة وحضور هذه البطل المتقدمة، وصلت الآن مذيار فيصل بن راشد بن متعب بن شريم المري المركز الثامن. أتابع القادمة الحاضرة الآن، وصلت متعبة سالة بن حمد بن سعود الفهيد المري مع المركز السابع. المركز الثامن أتابع القادمة بشعار وانطلاقة عايض بن رفعان بن عايض آل عاطف القحطاني مع الجليلة بمتابعة ماجد بن حلفان المري. المركز التاسع وصلت الآن سلطان بن عبد الله بن مسلم الشمالي العطوية، أيضا الشعارات القادمة وصلت الآن وحضرت سيوف نايف بن عبد الله بن عتيق الضيوف العطوية. ولكن متابعينا الأعزاء، 10 من المراكز تم الإعلان عنها، نعود إلى القمة إلى نسايم. يا حلو يا حلو انطلاقتها مع المقدمة عبد العزيز. الله على ذا الأداء، يتقدم الآن بن فهد بن سالم المري، يقدم نسايم. نسايم انطلقت مع الغنايم، انطلقت مع القمة، مع الكوع، مع 200 متر الأخيرة الخطيرة. ولكن المركز الثاني سيوف نايف بن عبد الله بن اعتيق الضيوفية العطوية، علي بن عبد الله البطين قادم مع انطلاقة غارة عايض بن رفعان آل عاطف القحطانية مع الجليلة. الكل يا اخوان، الله 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 على الأداء، على الحضور، على الانطلاق. نسايم مع القمة، القمة مع نسايم، ولكن سيوف والعصاب الابطان الجليلة عايض بن رفعان آل عاطف قادم.
وأيضا السويكت مع حبوب، ولكن المركز الأول مع انطلاقة سيوف نايف بن عبد الله بن عتيق الضيوفية العطوية أبناء المملكة، أبناء المملكة حبوب قادمة، السويكت يا سلام يا عايض يا عايض يا بالرفعان يا العاطفة يا القحطاني بالرفعان، يتقدم بالامتحان الأول السويكت قادم، ولكن الجليلة 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 مع انطلاقة عايض بالرفعان القحطاني، سلامي عليكم يا ابناء المملكة يا ابناء السعودية، مشكور يا بالرفعان مشكور يا القحطاني، انطلق بالإبداع حقق الأماني، مشكور يا ماجد يا بن حلفان يا المري، عايض بالرفعان قدم الأداء الفنان مع الجليلة، مشكور يا أبو رفعان، عايض بالرفعان عاطف القحطاني، المركز الثاني حبوبة فهد بن عبد الله السويكت الهاجري ثالثا سمحة سلطان بن عبد الله بن مسلم الشمالي رابعا امتياز سعود بن محمد الضيوف العطوي المركز الخامس، وصلت محبوبة عودة بن سالم بن عود ربيل العطوي. متابعين الأعزاء في كل مكان خلف الشاشات، هكذا شوطنا الثالث عشر وأتى بهذا التميز الكبير. متابعين الكرام، عايض بالرفعان بن عايض العاطف القحطاني يأتي ويحقق لنا الأماني مع هذا الشوط الجميل، مشكور يا الشرس ماجد بن حلفان المري من أتى بالتضمير، وتابع لنا الجليلة من تأتي بهذا الانتصار بهذا الفوز على أرض الميدان التاريخي الميدان العريق ميدان الجنادرية. هنا لحظات الوصول مع أبو رفعان، 6 دقائق ثانية 47 جزء من الثانية، تهانينا لعايض برفعان بن عايض العاطف القحطاني مع الجليلة. المركز الثاني حبوبة فهد بن محمد بن عبد الله السويكت الهاجري مع حبوبة، 6 دقائق 3 ثواني 35 جزء من الثانية. المركز الثالث سمحة سلطان بن عبد الله بن مسلم الشمالي العطوي، 6 دقائق 3 ثواني 65 جزء من الثانية. المركز الرابع أتى شعار سعود بن محمد الضيوفي العطوي مع امتياز مع رابع التحديات، 6 دقائق 5 ثواني 31 جزء من الثانية. المركز الخامس عودة بن سالم بن عود ربيلي العطوي مع محبوبة. متابعينا الأعزاء، شوطنا الثالث عشر للحقائق الابكار العام ين